السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم فكرة مشروع ولا اروع. زي ما حضراتكم شايفين كده، المشروع اللي معانا ده مشروع جميل جدا، هيعجبكم جدا. فكرة المشروع بتاعنا زي ما احنا شايفين كده معتمدة على السلك. السلك ده رخيص جدا، السلك ده الناس بتستعمله في المناشر بتاع الغسيل، سلك مجلفن، سلك الألمونيا، رخيص جدا. وفكرة المشروع سهلة وجميلة جدا وعملية جدا. زي ما احنا شايفين كده، ده العامل بيلف السلك بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. طبعا في اتقان هنا بطريقته، الدوائر بتكون صغيرة وبعد كده بتكبر، وفيها شبه كبير جدا من اللي هو الشكل بتاع المروحة. زي ما حضراتكم شايفين، بصراحة فكرة جميلة جدا، الاعتماد كله على السلك، مفيهاش تكلفة. هو بس بنيجي في الآخر هنشوف الفينش بتاعها، هو اللي فيه الشغل كله. وبعدين السلك اللي احنا شايفينه ده سلك خفيف، مش سلك تقيل، ده نوع من نوع المناشر بس خفيف شوية، لأن السلك اللي هو فيه الدايرة اللي موجود في الإطار اللي في النص ده هو التقيل. وما شاء الله زي ما احنا شايفين كده الشغل ممتع وجميل جدا. يا ريت فضلا وليس امرا تدعمونا باللايك عشان نقدر نستمر ونوصل لاكبر عدد ممكن والناس كتير تستفيد. وزي ما احنا شايفين كده بيلفها بكل سهولة، لف الشكل معانا كده زي ما احنا شايفين، وهيعمل طبعا اطار دائري بعد كده، وبيلفه بالبنسة. طبعا في سرعة هنا لأنه هو راجل متقن العمل بتاعه ما شاء الله، ودخل هنا بعد كده بيلف الشكل كمان وكمان، وده بيعصب الرباط، يعني الرباط ما بين الجدل اللي هو كان بيحصل ده بيدوله تعصيب، بقرتين موجودين على بعض. معدات بسيطة جدا زي ما احنا شايفينها كده، ودي طبعا شاكوش من الخشب برضو، وهنا مكنة اللحام دي أكيد القاعدة اللي تحت، هيعمل قاعدة زي ما احنا شايفين. بصراحة تحفة، يعني فكرة مشروع الأروع. يا ريت يا جماعة تدعمونا باللايك فضلا وليس أمرا، اللايك ما بيكلفش حاجة بعد إذنكم عشان نوصل لأكبر عدد ممكن ما شاء الله. وهنا بيدخلها في فرن حرق، عدد كبير اتعمل ما شاء الله هون، وبيحرقوا تاني. تخيل ان السلك مجلفن وبيدخلوا يحرقوا. وهنا دي المادة دي مادة بودرة، البودرة دي بتدي لون حسب اللون ده، لون ابيض. طبعا بعد ما حرق ادالها لون زي ما احنا شايفين كده، وبيشطب هيعمل. طبعا هنا لازم يكون في عامل الامان زي ما احنا شايفين كده، كان لابس ماسك. وهنا زي ما احنا شايفين كده بيجيب الالوان بتاعته، الالوان الزيتية دي الوان زيت باينة خالص، وبيدي طبعا هنا اشكال فنية ما شاء الله. بصراحة فكرة مشروع ولا اجمل ولا اروع، ما فيش ابسط من كده يا جماعة، ومش مكلف جدا. وتقدر تلاقي الخامات دي عند الموان بتاع الحدايد والبويات اللي هي بتاعة السلك دي موجودة، سواء الألوان سواء السلك. بصراحة مفيش أجمل من كده. يا ريت تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات في الموضوع.